علي تحالف قبلت مع زياد لانه قاعد حدك ما هيك؟ لانك عايزه ولا شو؟ لانه ليك جبنا لك ملك كتائب قوات مرضى من كل المناطق من كل الاحزاب. انا لوحدي ما ضليت الا انت مع مين؟ مين عم تمثل الليله؟ خلاص انا ضد الكل الليله. برافو عليك هيك بدي اياك هيك بدي اياك. يلا كمان تخلى عني خلى عني صاروا اثنين يوم متخلين عني. غير محلك روح اقعد مع جورج مالك الا جورج. ممكن مروان سليمان متكل عليك انت عمين متكل ومين جاي تربح؟ انا متكل على الجميع ومتكل عليك ومتكل على رب العالمين طبعا. بتمنى لكم كلكم التوفيق. رح نبدا بلعبتنا الاولى. لعبتنا الاولى لعبه هينه هي مجموعه اسئله الجوابات منن صعبين مطلوب بس انكم تكبسوا على البازر. اللي بضوي عنده البازر رح اقول اسمه بيعطيني الجواب كل جواب صح بيعطيكم علامه. اوكي ريدي؟ حاضرين ريدي. كلنا ايدينا على البازر. شو عاصمه الكويت؟ إيلين. كويت صح جواب صحيح. هاي علامه شفتوا السرعه. دليدي نسيم درسها مظبوط. عارف درسها مظبوط. يا عمي تطرقونيش عين. بخبرة من اول سؤال خبرته. السؤال الثاني لما نتصل على منطقه ونستخدم لا عم بتصيق. لا أوكي. لما نتصل على منطقه ونستخدم 04 اي منطقه بتكون؟ زياد الجبل. يا جبل المتن صح جواب صحيح. بعرف خانه. بنكمل مروان بدنا ايد على البازر. حسيتك ما عم تكبس. مين كان رئيس فرنسا قبل فرانسوا اولاند؟ الي ساركوزي. صح جواب صحيح ساركوزي. الي ظابطه معه الليله ظابطه سريع. السؤال الرابع رح نشوف هالفيديو ومن بعدها بسألكم السؤال. السؤال بيقول دليدا كانت ملكة جمال أي دولة قبل شهرتها؟ مروان مصر. صح جواب صحيح علامة لمروان. هاي الخبرة مين ملقب بأب البسيكاناليز؟ سيغموند فرويد. صح جواب صحيح. علي بعد ولا علامة؟ أنا وزياد بعدنا لا طالعين. لا أنت ليك زياد مش رح يعطيك علامات. أنا والسيمان. أنت والسيمان مش رح يعطيك علامات. يلا هلا إلك جواب. يلا مين كان وزير عدل عند اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ زياد وزير عدل. إلي عضوم. صح عدنان عضوم. هلا إذا هيدا ما بننسيه هيدا ما بننسيه. أنا كنت بدي أجاوب بعد ما يعني بعد بعده. أوكي بنكمل. سؤال سهل كثير. قد ايه قيمة ضبط السرعة بقانون السير الجديد؟ جورج 100. هيئتك 200. زياد صح 200,000 علامة لزياد. هيئتك هيك الضبط هيك الضبط هيك الضبط مضبوطة. جورج هيئته مش هيك ولا ضبط. فكرت السرعة أنا. ايه ضبط السرعة علي حطاني علي نحن ما في علي ليمت. قد ايه قيمة ضبط السرعة؟ اوكي بنكمل. أي مدينة بتستضيف بطولة ويمبلدون؟ زياد لندن. صح والله زياد انطلق. ايه بقولوا فرجوني هلا التحالف وينه؟ شوف اذا حيعطوكم علامه. هي لعبتي هيدا حلف سري بيني وبينه. يلا الي بدنا الهمه انت وعلي. شو اسم الرئيس اللي اسقطته ثوره الياسمين؟ جورج زين العابدين بن علي. صح جواب صحيح علامه. ما عم نلخص ما عم تفقس. سليمان وعلي شو؟ ما عم تفقس. انا عم تفقس هلا عم نشوف شو ضوى الضوء عندي علي. طيب هيدا سؤال لعلي مني انا كذوب بعدين سؤال لسليمان. ما حدا يجاوب غيره الا اذا ما حدا يجاوب غيره. مين حرق روما؟ علي. لا نيرون. نيرون. صح نيرون. تعرفها يا علي. قال ما حدا يجاوب غيره. مين لحظة قال ما حدا جاوب غيره ولا شو جاوب؟ مين اللي جاوب؟ جاوب جورج. هذا لزياد. جاوب جورج. لا النقطة لزياد. لا ما حدا يجاوب غيره. علي متفاهم انا وزياد. ضوى عن جورج وعلي ما عرف فأنا أخذت جواب جورج لأنه علي. هل واحد. هلا حنسمع سؤال من جري غزال. حضر حالك علي تجاوب. ليش مصر علي أنا؟ أنت بعدين سليمان. لا 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 التطبيقات الذكية بتسهل حياتنا ولكن مرات عم بتأدي لخسائر للحكومات والإدارات العامة، وفي تطبيق أدى لشكوى من أحد الوزراء لأنه أدى لتراجع بالمداخيل بقيمة 200 مليار ليرة، شو هو هالتطبيق؟ إلي الواتساب كول.
خلينا نسمع الجواب. الجواب هو واتساب. صعب علي بلايلين. صعب السؤال. إلي شو عملت من هداك الموسم لهالموسم؟ كثير هيئتك يعني تدريب تعلمنا الطريقة. جاي بزر مزبوط. جاي بزر على البيت. جاي بزر على البيت. تعلمنا الطريقة. قبل آخر كلمة من السؤال بيفقسوا. لك برافو هذا المطلوب. عم تراقبني. نص الأسئلة هيك قبل ما يخلص السؤال بيفقسوا. هلا ببلش من أول السؤال. عم بيراقبوني من ورا، انا بطلب بالماتش الثاني نقول لورا. بالماتش الثاني المواري قدام على طول. هيدا السؤال سؤال رياضه، يعني كلكم معنيين فيه. أكتر سؤال هين كثير، سؤال هين كثير. علي مش ما تقول سليمان، جاوب انت كمان. مين ربح كاس العالم بالفوتبول اخر مره؟ فرنسا. صح، جواب صحيح. سؤال الاخير. لا بعد فيه بعد فيه. من وين اصل الشاعر الراحل سعيد عقل؟ دحلي. دحلي صح صح. اوه علينا هاي دحلي. الاسئله الباقيين فيكم جيبوا فيهم علامات وكثير هينين. سليمان وعلي ومروان شدوا الهمه، اي نوع من الحيوانات الطائره بتعيش بقفير؟ نحل. نحل صح، جواب صحيح. شو مش مين علي؟ هلا جربوا جربوا بس لازم تبلش. اجا اجا خيي. شو لون التاكسي بنيويورك؟ علي يلو. اصفر. اصفر، برافو علي. علي اخيرا روحتي. هي كادو. هلا هي كادو. شو صار؟ والله راح بيلي على سوريا. هو قد ما تفاجئ انه ضوى على نفس اللون، انه انا فكرته ضوت عنده لانه جاوب. بس هو مش مفروض هيدا لونك المفضل؟ صح 100%. بس هو شو صار؟ انا لقيته جاوب وما بعرف انا انه ضوت عندي، فاعتبرت انه هو. اخذنا نقطه سليمان. انا بتنزل لك. يلا كمل، بدنا نقطه ثانيه. سليمان كمان، شو اسم المثلث اللي اختفوا فيه طائرات وصفهم بشكل غريب جورج؟ برمودا. برمودا. بس جورج عم يفوت قبل هيك سؤال. نسمع سوا غنيه وبسالكم السؤال. ركزوا على الغنيه. نجوى كرم. نجوى كرم من عندك. كله بقاعد بهالحلقة، حتى الأغاني. مش معقول في شيء سليمان، متفقين علينا؟ ما بعرف، مع انه بلشناكم اول الحلقه. ان شاء الله يكون بلشت ايامنا. سؤال بيقول شو لقب الفنانه نجوى كرم؟ سليمان. شمس الغنية. برافو سليمان. برافو سليمان. برافو عايزه. برافو بازر. برافو بازر. برافو بازر. بس هو ضوى عندي قبل. لا ضوى عن سليمان قبل. الي ما تشاغب. الي ما تشاغب. مضوى من اول الحلقه. مضوى البصر عندك. مع خمسه يا خيي. سؤال ثقافي ادب، مين كاتب كليله ودمنا؟ جورج. ابن المقفع. ابن المقفع، برافو. اسرع واحد على البصر جورج. سؤال ما قبل الاخير، بدنا علامات. شو اسم زوجته اللبنانيه للاعب؟ لا شوف كيف هن بيعرفوا اللعبة. لا خلي إلي يجاوب. يلا تفضلي. خلي إلي يجاوب على البازر. بس خلص السؤال، شو اسم زوجته اللبنانية للاعب فابريغاس؟ زياد. شاكيرا. لا زوجته لفابريغاس. باخذ بعد جواب. دانييلا. سليمان. دانييلا. سليمان. دانييلا سمعان. برافو دانييلا سمعان. صح صح صح. مزغرطة. بس هلا منزحلي كمان؟ منزغرطة. بجد حتقلي منزحلي؟ قلت لا كثير زحلوية. من مزيارة. آخر سؤال، شو اسم المحارب باليابان؟ مروان. سومو فايتر. سوميتوري. سومو فايتر أو ساموراي. سوميتوري. ساموراي، رح أعتبره جواب صحيح. خليني أقول لكم بنهاية هاللعبة كيف العلامات. جورج 6 علامات،